الغرفة التجارية تقدم عدة خدمات بشكل عام لرواد الأعمال أو أصحاب المتاجر الحالية اللي ممكن يتحولون إلى متاجر إلكترونية بشكل عام. عندنا واحدة من الأشياء اللي نقدمها بشكل عام عن طريق فريق العمل الموجود في الغرفة التجارية، اللي هي استشارات فنية أو إدارية أو استشارات قانونية. الأمر الآخر، إحنا تقريبا نحصر التحديات مع الجهات بشكل عام، ويتم دراسة هذه التحديات، وبعد ذلك يتم وضع الحلول لها إما مع الجهات المسؤولة أو مع أصحاب المنشآت أنفسهم. كذلك إحنا نعمل على حصر الملاحظات من الجهات بشكل عام، اللي هي قطاع الأعمال، على اللوائح والأنظمة الموجودة حاليا أو المطبقة، والرفع فيها للجهات المختصة بشكل عام. ننصح رواد الأعمال بالبداية أول شيء دراسة سوق العمل أو سوق العمل قطاع الأعمال، من خلال الاطلاع على الإحصائيات المنشورة من الجهات أو من جميع الجهات. كذلك ننصحهم باختيار القطاع المناسب ويكون يتناسب مع الميزة التنافسية في المنطقة، مثل الزراعة، اللوجستيك، والطاقة المتجددة، وكذلك السياحة. جميع هذه الميزة التنافسية تعتبر واعدة في منطقة الجوف.